نشكركم نشكر سونا كاس الرئيس. رئيس من يكون يطلع إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية وطبقا لتعليمات السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسونالغاز توزيع جسر قسنطينة، قامت اليوم بوضع تحت الخدمة مستثمرة فلاحية وهو استكمال للبرنامج اللي رانا قايمين به، ومن حيث المرافقة ومن بداية طلب المستثمر للتزويد بالكهرباء المستثمرة الفلاحية نتاعو إلى غاية وضعها في الخدمة ومتابعة ومرافقة المستثمرات الفلاحية حتى بعد الوضع تحت الخدمة، من حيث اختيار لطريف أديكوا بور الفلاحين، وكذلك نرافقوهم باش تكون عندهم انخفاض في الفواتير نتاعهم، وكل التسهيلات قمنا بها. احنا انطلقنا في هذه العملية رانا في 3 أشهر أو أكثر، عندنا 16 مستثمرة فلاحية. إلى حد الآن قمنا بربط 7 مستثمرات، 10 مستثمرات واللي راكم فيها هذه اليوم، بقاو لنا 7 واحد أخرين، وعندنا 6 جاونا طلبات باش نربطوهم بالطاقة الكهربائية. يكون تريسيتي ضعيفة، يحرك لك الصوندات، يطيح لك لي صومبان بزاف، قاعدين كي تهضر مع تريسيان يقول لك يا ودي راها الكورو ما تلحقش بعيد، كنا نجيبوها واحد 1 كيلومتر بعيد. سوفرينا في الكهرباء هذه، في سوفرينا بزاف، واليوم الحمد لله كي يكون الإنتاج كاين الأسعار تهبط. والحمضية تسنا، احنا عندنا الحمضية هنا، تسنا الحمضية مليحة.